عمره 3 مواسم فقط في دوري أبطال أوروبا، لكنه هزم توتنهام هوتسبيرز مرتين وأقصى أتلتيكو مدريد، ووصل إلى مربع الذهب الموسم الماضي. اليوم يهزم باريس سان جيرمان ويثأر من مانشستر يونايتد، ويصعد على حسابه إلى ثمن نهائي الأبطال من مجموعة أقل ما يقال أنها حديدية. إنه أربي لايبزيغ الألماني الساطع في زمن كثرت فيه الأضواء. 7 سنوات مضت على تأسيسه عام 2009 كانت كفيلة بوضعه في الدرجة الممتازة بعد مروره ب4 درجات قبل ذلك. الصاعد حديثا للدور الألماني أمس بين ليلة وضحاها رقما صعبا يحاكي صعوبة الرقم الذي حققه بسرعة صعوده إلى دور الأضواء في بلاد الرايخ. لكنه على الرغم من ذلك فريق غير محبوب تماما من قبل طائفة من عشاق الكرة في ألمانيا، الذين يطلقون عليه تندرا فريق العلبة، كناية عن علبة مشروب ريدبول. فالنادي مملوك لشركة المشروبات الشهيرة، والتي تمتلك كذلك ناديي ريدبول سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريدبولز الأمريكي. هذه الطاقة الغريبة لدى القادم من بعيد عزها الكثيرون إلى مدرب ذي فلسفة عصرية تحاكي الواقع، شاب لا يختلف اثنان على أنه النجم الأول للفريق، يوليان ناغليزمان، الذي قضت إصابته المبكرة المزمنة على مسيرته الكروية كلاعب، لكنها لم تستطع إبعاده عن عالم الساحرة المستديرة. حصل يوليان على فرصته التاريخية لقيادة فريق هوفنهايم في سن 28 فقط، ليصبح أصغر مدرب في دور الدرجة الأولى في تاريخ البطولات الأوروبية 5 الكبرى، والتحق بلايبزيغ مطلع العام الماضي، وبات أصغر مدرب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يبلغ نصف النهائي. المدرب شغوف بالبيانات، يعتمد على برامج حاسوبية تساعده في إدارة الحالة البدنية للاعبين وجهودهم في التدريبات، ما دفع الألمان إلى تسميته بالمدرب الرقمي. مدرب لفريق يصنع الحدث في ألمانيا وأوروبا، فهو قريب جدا من صدارة الدوري المحلي، وثبت أقدامه في ثمن نهائي الأبطال. ويكفي القول بأن أولي أونس وأنشيلوتي اعتبره أكبر تهديد لبايرن ميونخ. فمع المعطيات الحالية للفريق، من الممكن أن نشاهده بطلا للدوري أو بطلا حتى لأوروبا كمفاجأة تاريخية. ولما لا؟ فالمستحيل كما هو معروف ليس ألمانياً.